بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هناخد مراجعة للصف الثاني الإعدادي، نموذج لامتحان الجبر. السؤال الأول: أكمل مال. زي ما احنا متعودين في سؤال أكمل، في سؤال اختياري، دي الأسئلة الموضوعية، وفي أسئلة مقالية. السؤال الأول بيقول لي أكمل ألف ناقص اتنين قوس دوت مضروب في اتنين ألف ناقص تلاتة. هلاحظ ان انا عندي عاوز فراغين، الفراغ اللي في النص هو عبارة عن الحد الاوسط للمقدار الثلاثي، وهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن سالب اتنين في اتنين الف يعني سالب اربعة الف، وسالب تلاتة في الف يعني سالب تلاتة الف، سالب تلاتة الف وسالب اربعة الف يديني الحد الاوسط اللي هو سالب سبعة الف. طيب الحد الاول عبارة عن مين؟ عبارة عن حاصل ضرب الحد الاول في الحد الاول، الف في اتنين الف هيديني اتنين الف تربيع، ألف في اتنين ألف باتنين ألف تربيع، ممتازين. طيب سالب في سالب بموجب، هو أصلا مديني الإشارة. طيب واتنين في تلاتة بستة، دوت الحد الإيه؟ الأخير، اتنين في تلاتة بستة، تمام. هنا السؤال التاني: س تربيع ناقص ك زائد عشرة بيساوي حاصل ضرب القوسين س ناقص تلاتة في س زائد تلاتة. طيب أنا عارف إن دوت عبارة عن عبارة عن ايه؟ عبارة عن فرق بين مربعين، يعني دوت بتكتبه بالصورة ان هي بتكتبه بسين تربيع ناقص تسعة، سين تربيع ناقص تسعة بحددها بالشكل ده، تمام. طيب هو مديني سين تربيع ناقص تسعة بيساوي المقدار الثلاثي دوت اللي هو سين تربيع ناقص كاف زائد عشرة، تمام تمام. طيب اذا الكاف ديت هتساوي كام؟ الكاف ديت الكاف مع العشرة لازم يديني سالب ايه؟ لازم يديني سالب تسعة. ممتازين، يعني س تربيع ناقص تسعة هسويها بمين؟ بالمقدار الثلاثي اللي هو س تربيع ناقص ك زائد عشرة، تمام تمام. هلاحظ عندي ايه؟ ادي س تربيع هتروح مع س تربيع، تمام. العشرة تيجي اني احدد عكس الاشارة هلاقي السالب ك هيساوي سالب تسعتاشر، السالب هيروح مع السالب، اذا الكاف بيساوي ايه؟ 19. هو دوت الحل اللي انا عاوزه، ان الكاف بتساوي 19، وبديهيا لازم ان الكاف تساوي ايه؟ 19. ليه؟ لان لما احطها هنا هتبقى سالب 19 زائد 10 يعني هيديني 9، اللي هو ايه؟ اللي هو المقدار س تربيع ناقص 9، اللي هو تحليله س ناقص 3 في س زائد 3. ممتازين. طيب السؤال الثالث بيقول لي مجموعه حل المعادله س تربيع ناقص 1. احنا عارفين ان س تربيع ناقص واحد عبارة عن فرق بين مربعين، س ناقص واحد في س زائد واحد، ممتازين تمام. طيب الكلام دوت المعادلة دي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. انا عندي لو عندي عاملين حاصل ضربهم بصفر بعمل ايه؟ باخد كل عامل واسويه بالصفر، يعني هاخد س ناقص واحد اسويها بالصفر، واخد س زائد واحد اسويها بالصفر. هسودي سالب واحد الناحية التانية بعكس الإشارة، إذا س هلاقيها بواحد، وهنا س هلاقيها بيساوي سالب واحد، تمام تمام. إذا مجموعة الحل هي مين؟ مجموعة الحل هي المجموعة واحد وسالب واحد، ولازم نكتبها بالطريقة ديت، واحد وسالب واحد، ما ينفعش أكتب موجب أو سالب واحد جوه مجموعة السالب، تمام. طيب السؤال التالت بيقول لي احتمال وقوع الحدث المستحيل. طبعا احنا عارفين الحدث المستحيل يعني مستحيل إنه يحصل، يبقى احتمال وقوعه صفر، ممتازين. طب احتمال وقوع الحدث المؤكد، احتمال وقوعه واحد، المؤكد يعني لازم يحصل، يبقى اذا احتمال وقوعه ايه؟ واحد. اوجد صورة المقدار الاتي، ابسط صورة للمقدار الاتي. هعمل ايه؟ طبعا عندي اتنين اس تلاتة هي عبارة عن واحد على اتنين اس تلاتة. طيب في تلاتة اس سالب اتنين هي عبارة عن واحد على تلاتة اس اتنين، على ستة أس سالب أربعة هقلبها تبقى ستة أس أربعة، تمام تمام. طب خلي بالك في نقطة عندي هنا، إن الستة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن اتنين في تلاتة، تمام تمام. طيب نرجع تاني من أول مسألة، واحد على اتنين أس تلاتة هي عبارة عن كام؟ هي عبارة عن واحد على اتنين أس تلاتة، هسيبها زي ما هي مفيهاش حل، وديت واحد على تلاتة أس اتنين. القسمة ممكن أخليها ضرب، بس أخلي البسط مقام، يعني هنا هتبقى اتنين أس أربعة في تلاتة أس أربعة في البسط. خلاص احنا قلنا ستة عبارة اتنين، اتنين في تلاتة، هوزع الأربعة على الاتنين وعلى التلاتة، لما أطلعها فوق هيبقوا ايه؟ في البسط، تمام.
عندي 2.4 في البسط و2.3 في المقام، هبدأ أطرح الأسس لأن دي حالة القسمة، تبقى 2.4 و2.3، 4 ناقص 3 بواحد في 3.4، وهنا 3.2 عبارة عن 3.2، 2 في 9. طيب 2 في 9 بكام؟ ب18، وهو ده حل الإيه؟ المسألة. تمام، ناخد السؤال التاني. السؤال التاني اختيار زي ما احنا متعودين عليه، بيقول لي اذا كان س تربيع ناقص س تربيع بيساوي 12 وس ناقص ص بيساوي 3، فان س زائد ص بكام؟ اولا س تربيع ناقص ص تربيع هي عباره عن س تربيع ناقص ص تربيع فرق بين مربعين، يعني عباره عن س ناقص ص في س زائد ص. الكلام ده هو سواه بكام؟ سواه ب 12. ممتازين. قال لي س ناقص ص ب3، قال لي الكلام ده ب3، س ناقص ص دي ب3، يعني 3 لما اضربها في س زائد ص هلاقي بتساوي ايه؟ 12. عشان اجيب الس زائد ص دي لازم اتخلص من 3، يبقى هقسم الطرفين على ايه؟ 3. هقسم الطرف دوت على 3 واقسم الطرف ده على 3، 3 على 3 تروح مع 3، اذا س زائد ص بيساوي 12 على 3 اللي هي بكام؟ اللي هي ب4، يبقى الحل التاني. ممتازين. طيب بالنسبة للسؤال التاني، إذا كان عمر زياد الآن س سنة، عمره مجهول، فإن عمره منذ 3 سنوات. طيب من 3 سنين، مثلا لو واحد عمره 5 سنين، من 3 سنين يبقى عمره كام؟ عمره 2 سنين. بقى أبدأ إيه؟ أطرح منذ، خلاص منذ يبقى أطرح، يبقى إذن هيبقى س ناقص 3. إنما لو كان قال لي عمره الآن س، طب بعد 3 سنوات هيبقى عمره كام؟ هيبقى عبارة عن س زائد 3. أوكي؟ طيب عندي السؤال الثالث، بيقول لي مجموعة حل المعادلة س ناقص 1 لكل تربيع بيساوي 0. عشان اجيب مجموعة حل المعادلة دي، طبعا المعادلة هنا ايه؟ اس تربيع، هاخد جذر التربيع للطرفين، هلاقي س ناقص 1 بيساوي 0. لما اخد الجذر التربيع للطرف ده، الجذر يروح مع التربيع، وجذر الصفر بصفر، اذا س ناقص 1 بيساوي 0، اذا الس بيساوي 1، اذا مجموعة الحل هي مين؟ هي 1. تمام. في تجربة لإلقاء حجر نرد منتظم، فإن احتمال ظهور عدد لا يساوي الاتنين. يعني ايه عدد لا يساوي الاتنين؟ يعني هيظهر، يعني احتمال ان يظهر كل الاعداد ما عدا الاتنين. طيب الحجر النرد احتمال يظهر فيه مين؟ 1 2 3 4 5 6. طب قول احتمال ظهور عدد لا يساوي الاتنين، يعني الاتنين مش هيبقى عندي، يبقى هتبقى الحدث هيبقى عبارة عن مين؟ 1 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. طب دول كام رقم؟ 1 2 3 4 5، دول 5 أرقام. على فضاء العينة بيبقى كام رقم؟ 6 أرقام. يبقى إذا الاحتمال هو عبارة عن 5 على 6. تمام. آخر سؤال في الاختياري، بيقول إذا كان احتمال نجاح طالب 70%، فإن احتمال رسوبه هيبقى كام؟ هو احتمال ينجح 70%، يبقى الرسوب هيبقى 30%. طيب 30% دي عبارة عن 30 على 100، 30 على 100 اللي هي عبارة عن 3 من 10. طبعا في أسئلة سهلة مش محتاجة أي حل، لكن في أسئلة محتاجة الحل، إن أنا أبدأ يبقى منظم في الورقة بتاعتي، يبقى عندي هامش تمام أحل فيه المسألة الأول، وبعدين أطابق الحل على مين؟ على الإجابات اللي هو الاختيار اللي عندي، لو موجودة يبقى صح. طب افرض مش موجودة، أكيد هم الإجابة هتبقى من بين الإجابات دي، أكيد هيبقى في إجابة صحيحة. طب الإجابة اللي طلعتها مش موجودة هنا، يبقى أنا أبدأ أعيد حل تاني علشان أكيد يبقى في حاجة غلط. طيب السؤال التالت، مديني مجموعة من المقادير الجبرية وبقول لي حللها تحليلا كاملا. أهو حلل كل من المقادير الجبرية الآتية تحليلا كاملا. هبدأ آخد أول مثال، بقول لي 2 س تربيع ناقص 98، حللها. تمام، هبدأ التحليل. طبعا عارفين التحليل، اول حاجة الترتيب، طب هي مترتبة. طيب تاني حاجة العامل المشترك، لو في عامل مشترك لازم اخد عامل مشترك. ايه هو العامل المشترك هنا؟ الاحظ ان الاتنين عامل مشترك، يبقى اتنين اخد عامل مشترك، هبدأ لي س تربيع ناقص 98، 98 اخد منها 2 عامل مشترك، يعني هقسمها على الاتنين. لما هقسمها على الاتنين هيديني كام؟ هيديني 49. تمام، يبقى 2 في س تربيع ناقص 49. هلاحظ ان الكمية اللي داخلة ديت هي عبارة عن فرق بين مربعين، الكمية الأولى مربعة اللي هي س تربيع، الكمية التانية مربعة اللي هي 49. تمام، هعمل ايه؟ هحللها فرق بين مربعين، بس ما انساش الاتنين، تفضل زي ما هي اللي هي العامل المشترك، وهفتح قوسين. طبعا تحليل فرق بين مربعين تحليل سهل،
هنا القوس الاول هجيب ايه؟ هجيب الجذر التربيع لسين تربيع عبارة عن سين، يبقى سين في سين. الجذر التربيع لتسعة واربعين عبارة عن سبعة، يبقى سبعة في سبعة. احط واحدة سالب وواحدة موجب. يبقى كده احنا حللناها تحليلا ايه؟ كاملا. يعني ايه تحليلا كاملا؟ يعني مفيش عامل من العوامل دي قابلة للتحليل مرة اخرى. تمام؟ طيب بالنسبة للسؤال ب، بيقول لي سين تربيع ناقص خمسة سين زائد ستة. حللها تحليلا كاملا. طبعا دوت مقدار ثلاثي على صورة بسيطة. هبدأ هفتح قوسين قد بعض، السين تربيع عبارة عن سين في سين. هبدأ أبص للإشارة بتاعت الحد المطلق، الإشارة هنا موجبة، يبقى هدور على عددين حاصل ضربهم ستة ومجموعهم خمسة. طب مين في كام في كام يديني ستة ومجموعهم خمسة؟ مفيش إلا اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة بكام؟ بستة ومجموعهم خمسة. طب الإشارات هيبقى إيه؟ مادام ديت موجبة يبقى الإشارتين مثل اللي في النص، الإشارتين متحدتين، اللي في النص سالب تبقى دي سالب ودي سالب. لو عاوز اراجع التحليل بتاعي ابدا اضرب سين في سين بسين تربيع. تمام؟ وعندي سالب 2 سين وسالب 3 سين يديني سالب 5 سين، وسالب 2 في سالب 3 يديني موجب 6، يبقى دوت التحليل ايه؟ خلص بتاعي. طيب رقم ج ممكن تكون صعبه شويه، بيقول لي سين اس 4 ناقص سين تربيع ناقص 5 سين زائد 5. المقدار هنا مقدار رباعي، اول ما يكون مقدار رباعي يبقى اول حاجه افكر فيها التحليل بالتقسيم. تحليل بالتقسيم هو اللي بيحلل المقادير اللي اعلى من مقادير الثلاثيه. دوت مقدار رباعي المكون من اربع حدود. طب التحليل بالتقسيم كنت بعمل ايه؟ كنت بقسم المقدار اللي عندي، هاخد كل مقدارين مع بعض ويكون بينهم عامل مشترك. يعني هنا مثلا هاخد السين اس 4 ناقص السين تربيع عامل مشترك مع بعض. تمام؟ انا هنا ممكن افصل بين المساله الاولى والمساله الثانيه عشان ايه محدش يتلخبط. تمام كده. وعندي سالب 5 س زائد 5، دول هاخدهم مع بعض. سالب 5 س زائد 5 دول ايه؟ مع بعض. هلاحظ ان هنا بينهم عامل مشترك اللي هو مين؟ اللي هو س تربيع. هاخد س تربيع بره، هتبقى لي جوه مين؟ هتبقى لي جوه س تربيع ناقص 1. طبعا س اس 4 على س تربيع فيها س تربيع لان بطرح الاسس، وس تربيع على س تربيع فيها الواحد. هنا هاخد من عامل مشترك، هاخد السالب 5. لما اخد من هنا سالب 5 هيديني موجب س. طب لما اخد هنا سالب، لما اخد من الموجب سالب هيبقى سالب، والخمسه لما اخد منها خمسه هيبقى ايه؟ واحد. تمام. طب هل هنا في عامل مشترك؟ هو في بس مش ظاهر، اللي هو مين؟ ان انا عندي س تربيع ناقص واحد ممكن احللها تحليل تاني اللي هو تحليل الفرق بين مربعين. س تربيع ناقص واحد عباره عن س ناقص واحد في س زائد واحد، لان الكميه واحد ديت، لان واحد دي كميه مربعه. تمام؟ ناقص خمسه في س ناقص واحد. هلاحظ ان انا عندي المقدار ده طبعا مقدار ثنائي اهو، ادي الحد الاول وادي الحد الثاني. الحد الاول هلاحظ ان انا عندي س ناقص واحد وهنا س ناقص واحد، هاخدهم عامل مشترك، هاخدهم عامل مشترك. اذا س ناقص واحد هاخد عامل مشترك. طيب الحد الاول دوت هتبقى لي منه مين؟ هتبقى لي منه س تربيع في س زائد واحد. تمام؟ ناقص الخمسه دي اتشالت خالص كده، بقى ناقص الخمسه. تمام. تحليلا كاملا يبقى مفيش اقواس، بقى لازم نخليهم عاملين بس او اكثر، بس كل عاملين ما يبقاش فيهم اي تحليل. بس س ناقص واحد دوت هبدا اضرب س تربيع في س عباره عن س تكعيب، وس تربيع في واحد عباره عن موجب س تربيع ناقص خمسه. هلاحظ طبعا ان دوت حاصل ضرب عاملين، والعاملين ما فيهمش ايه؟ عامل مشترك، وكل عامل ايه؟ وكل عامل ما فيهوش يمكن ايه؟ التحليل. يعني س تكعيب زائد س تربيع ناقص خمسه ما فيهاش تحليل اكتر من كده. تمام. بالنسبة للسؤال الرابع بيقول لي إذا كان 3 أس س ناقص 4 بيساوي 1 أوجد قيمة س. تمام. أنا عندي هنا ديت معادلات بسميها معادلات أسية، معادلات أسية، والأس هنا هو اللي فيه المجهول اللي هو س. طب أنا هحاول أخلي الأساس زي الأساس أو الأس زي الأس، يعني أجيب أي علاقة بينهم. هعمل إيه؟ أنا عندي 3 أس س ناقص 4، الواحد دوت مش هو هو 3 أس صفر؟ ما أي حاجة أس صفر بواحد. انا شلت الواحد حطيت مكانه 3 اس صفر، لقيت الاساس بيساوي الاساس، اذا الاس بيساوي ايه؟ بيساوي الاس. اذا س ناقص 4 بيساوي صفر، اذا الس بيساوي ايه؟ 4. اذا الس بيساوي 4 وهو المطلوب ايه؟ اثبات. لو انا عوضت ب 4 في المعادله او 3 اس 4 ناقص 4 يعني 3 اس صفر، 3 اس صفر بكام؟ بواحد. اذا الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر. تمام؟ بيقول لي اخر سؤال، سؤال في الاحتمالات، من مجموعة الأرقام 2 و 3 و 5 كون عدد مكون من رقمين مختلفين،
ما احتمال وقوع كل من الاحداث الاتي؟ اول حاجه اكون فضاء العينه. فضاء العينه في هيبقى عباره عن مين؟ خليك ركز معايا كده، بيقول لي كون عددا من رقمين مختلفين، يعني ما اخدش 2 و2، 2 و2 دول مش مختلفين، هبدا اخد ايه؟ اخد 2 و3 يبقى 32، خلاص 2 و5 امشي بالترتيب عشان ما اتلخبطش، يعني ما اخدش 2 و3 وبعدين اخد 3 و5، غلط، انا اخلص الاثنين وبعدين ادخل على الثلاثه، يبقى 2 و3 يديني 32، وبعد كده 2 و5 يديني 52، هبدا ادخل على الثلاثه، 3 اخدها مع الاثنين يبقى 23، تمام، واخدها مع الخمسه يبقى 53، وبعدين الخمسه اخدها مع الاثنين يبقى 25، ها، واخدها مع الثلاثه يبقى 35. لاحظ كده، كون اي رقم، اي عدد مكون من رقمين من هنا لازم تلاقيهم في فضاء العينه دي، اللي هي 32 52 23، وبعدين تقلبهم هتبقى 23، اللي هي دي 25 هتلاقيها هنا، خلاص 53 تلاقيها 35، خلاص دوت فضاء العين. اول احتمال بيقول احتمال ان يكون رقم الاحاد زوجيا، انا هفرض ان الحدث دوت اسمه الف. طيب الحدث الف دوت العناصر بتاعته مين؟ قال لك رقم الاحاد زوجي. طيب مين هنا الاحاد بتاعه زوجي؟ ها، هلاقي عندي ال 32، ومين تاني؟ وال 52، 23 لا، 53 لا، 25 لا، 35 لا، دول ايه؟ هما بس اللي عندي، اللي هما 32 و52، دوت الحدث الف. طيب احتمال الحدث الف اللي هو احتمال ان يكون رقم الاحاد زوجيا هيبقى عباره عن عدد عناصر الالف على عدد عناصر الفاء، اللي انا بسميها نون الف على نون فاء. طيب نون الف لعدد عناصر الالف بكام؟ باتنين، على نون فاء على عناصر الفاء دي 1 2 3 4 5 6، يبقى 2 على 6، على 2 فيها 1، على 2 فيها 3، يعني هيديني ايه؟ 3. طيب الحدث رقم 2 اللي هو هسميه به، بيقول لي ان يكون مجموع الرقمين اكبر من 5، ان انا هجمع الرقمين يديني اكبر من 5. طيب 2 و3 5 مش هاخدها، ليه؟ لانه قال لي اكبر من، مش اكبر من او يساوي. طيب 2 و5 7 هاخدها، يبقى 52، 3 و2 5 مش هاخدها. طيب 3 و5 8 ينفع؟ يبقى 53، 25 تنفع؟ 25، ها، 35 تنفع؟ تنفع 35، لان مجموعهم ايه؟ 8. هلاحظ ان كل الارقام اللي عندي هنا مجموعها اكبر من ايه؟ اكبر من الخمس، يبقى احتمال ال ب اللي هو عباره عن عدد عناصر ال ب على عدد عناصر الف بيساوي على عناصر ب 1 2 3 4، يبقى 4 على عناصر ف معروفه ب 6، يديني 4 على ايه؟ ال 6، على 2 فيها ال 2، على 2 فيها ال 3، يديني 3. وبكده نكون انتهينا من شرح الامتحان، والامتحان طبعا زي ما احنا شايفين انه شامل كل دروس المنهج. اتمنى ان يكون الشرح يكون وافي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.